شهير. انا رويك انا رويك الدين في ايدك كمل مسيرك الحل في ايدك يا سم طريقك احنا شايل الباشا ما تخلي غيرك ايوه جاي يحدد مصيرك. هاي كنت ولا بتسي برايك حياكم قهوة الطيبين. موقفك شنو هنا؟ موقفك شنو يا غبي؟ ده اللي اتفقنا عليه؟ دي الخطة رقم كم؟ الخطة رقم 4 يا عريس. أبوي أبوي الله يجازيك كان السبب يا أبوي الله يجازيك كان السبب. يا شمس. أيوه مالك يا ابني شكلك تعبان وخلصان خالص. آه والله غندور تعبان على الآخر من الصبح شغالين واقفين على رجلينا. آه والله عايزين نروح نرتاح وننام. يا ريت مفيش كده أبدا يا غندور. إيه أقول نايمة ترى أنت ما تحس زين وما عند ما فيك دم ترى ها ترى قاعد يتكلمون عني وعنك. شو ما اسمع اي نعم سمعت وياه ترى احنا قاعدين بفلوسنا ها انت شاب ولا كلمه لا تخلونا نقعد لين الصبح سمعنا ولا لا. مالك يا استاذ فرج احنا ما نقصدش حاجه احنا بنقول لك بس يمكن في حد مستنيك في البيت ولا حاجه يعني. مو شغلك شغلك. اي والله بعدين من يستنى هذا اللي يغيب سنه عياله ما يدقون تليفون نعم. اصلا يبونه يطول ياكم العلم سمعت ولا أيوة. ولا كلمه بس خلاص 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 يا استاذ فرج احنا عايزين باكل الصبح هنلعب ولا نسهر. والله ما عم حق الشباب تبي الصدق بخرج البيت والله تاخرنا بصراحه ما ادري ايش اسوي ما ادري اسوي عندي فراغ ما ادري وين اروح يا اخي مليت ما اعرف لا انام ولا اروح ولا اسوي ما ادري ايش عندي فراغ. يا اخي اللي يقول انك متقاعد من سنه يبا توك متقاعد ايش فيك حبيبي بكره راح تتكيف على الامور هذه. الله ما راح اتكيف ولا شيء. اي والله انا يا فري متعود على الشغل على العمل على المكاتب على التوقيع على كذا انا ما اعرف اكتب اسمي اساسا نسيت كله. لا مانع مرفوضه شو يدك؟ لا مانع على طول كتابه ومكاتب واجتماعات ومشاريع. اخ والله ما ادري ايش اسوي ما ادري ايش اسوي. زين ما عندك هوايات؟ هوايات إيه؟ كم جميل اللون لا هذه لا أغنية هوايات كان عندي هواية هذه مال التيل بس هذه انقرضت وما حد يلعبها الحين. وين الله يرحم والديك هذا اللي انقرضوا اللي يلعبون التيل الله يهداك. تبي ببجي؟ ليش تبجي يعني عشان ما عندي هواية بتبجي؟ لا الله يرحم والديك هذه لعبة جديدة اسمها ببجي. لا والله ما اعرفها انا وين ماني صوب الهوايات ولا ادري عن شيء ولا حتى السفر ماني صوبه. انا حياتي كلها شغل بشغل اقول لك ايه كلها قاعد مع الطبقات العاليه الناس المحترمه الناس المثقفه المهندسين الدكاتره كلها شغل بشغل. سامحني بهالكلمه هذه ترى الحين عشان الفراغ والتقاعد قاعد اقعد مع امثالك. شنو امثالك حبيبي باكر بروك ربعي راح تنبهر بافكارهم. عاد ان شاء الله تكون افكارهم طيبه إيه؟ واخذ منهم الشور الطيب لان بصراحه يا فري انا ما خططت حق يعني التقاعد. لا 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 ادري قم 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 بس خل نروح راح تنبهر انا وعد اتوقع راح انبهر اي يلا يلا يا ابني خليك معايا اسكت معايا تليفون. الو يا حبيبي عامل ايه؟ ده زكي ابن السني. ايه يا بابا؟ ايه؟ في ايه؟ امتى؟ في ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ايه يا ابني في ايه؟ سني ماله مات؟ يا ابني مات انت ابوه ما لسه اصبر. ايه يا حبيبي؟ ايه اللي حصل؟ يعني هو بيتنفس؟ كويس يعني الحمد لله؟ طيب هنجي لك حالا طيارة ونكون عندك، سلام. في ايه يا زفت طمني؟ سني ماله؟ بيقول لك نافوخه اتفتحت ومصرانه طالع منها. مصرانه طالع من قصدك مخه طلع من دماغه صح؟ ده وقته يا غندور دماغه اتفتحت وفي حاجه طلعت وخلاص. نهار اسود انت عارف يا شمس لو السني مات هنروح في 60 داهيه؟ ليه يا اخويا واحنا اللي فتحنا نافوخه؟ يا ابني انت غبي ولا عبيط؟ ما هو لو السني مات ايه اللي هيحصل؟ ايه؟ هو هتتقفل واحنا هنبات في الشارع؟ برافو عليك يبقى نعمل ايه دلوقتي؟ نقفل ونروح له يا اخويا. يلا يا فادي اجري. مختار
قفل القهوة. آخ آخ أكيد آخ، هذا تصرف غبي. يعني بعد الخطة الأولى تروح للبيت؟ على بالك بتستقبلك هي بالأحضان؟ ده كله من ذكي الغبي. ذكي؟ تش قاعد تقول؟ هذه أكيد مرحلة الهذيان. ده ذكي ابني، اسمه ذكي لكنه غبي، ذكي لكنه حمار. كل المصايب دي منه. ذكي مورطني 60,000 ورطة. كل هذا ذكي. ألف ألف حمد الله على السلامة. سلامات يا سنتي، عامل إيه؟ الله يسلمك. جايب لك بقى يا ريس شوية فيتامينات. إيه عجب؟ فيتامين سي، فيتامين إم. إم؟ موس. موس، طب واحدة بقى إم بقى. بس المسامحة، يعني من فيهم ذكي؟ ولا واحد فيهم ذكي. لا. طب طمنا يا دكتور بقى، في امل يعيش ولا هنروح في داهيه؟ غندور انت شايفني انا بحتضر؟ لا انا قصدي انا بطمن عليك يا ريس. بس سني، هذا لين من طرف الزوجه الاولى ولا الثانيه؟ ولا قرايب الاولى ولا قرايب الثانيه. لا طمنتني عيل، اطمنكم هذا قطب 10 ارواح، لا تحاتون، اموره طيبه الحمد لله. بس عاد ها ما ترجع لي البيت مره ثالثه، ترى الثالثه ثابته. يعني يقدر يروح معنا البيت يا دكتور؟ يروح معنا فيه. قصدي يعني يقدر يروح. شوف يعني في حالته هذه ممكن يروح يعني، بس احنا محتاجين يومين يتم معنا فحوصات، وبعيد الشر عنكم يصيده يعني نزيف داخلي ولا شيء. تمام تمام، يومين كويس. دكتور ما ممكن تخليها اسبوع؟ عشان حماتي قاعده معاي في البيت، خليها تسافر السودان وانا اطلع بعد كده. صح، اسبوع برضو حاجه كويسه جدا. واقول لك يا عم، الاقامه عليكم والاكل علينا. حبيبي عشان نونتي. خليك طبيعي. السلام عليكم. خليك طبيعي. يلا يلا. اوكي. هندور الشباب. هذا فيصل، ما أقدر لازم أكلم فيصل. ما أقدر. ألو فيصل. إيش تبي؟ ما أقدر أبصم، بطني عورني يا اخي. انت تفهم ولا ما تفهم؟ انا كم مره اقول لك قوي قلبك؟ خاف يصيدوني. لا شوف، طالما انت تحط مخك انه بيصيدونك ترى بيصيدونك. بعدين اسمعني يا اخوي، طلع الاصابع شوي شوي بهدوء وبلمح البصر طق حطهم على الجهاز واشرد بسرعه، ما حد بيصيدك. زين زين اسمع، بكره الدور عليك انت. بكره دور؟ حاضر عبد الحميد. انا عقب بكره ان شاء الله. يا اخي لا يا اخي لا تستعبط يا اخي، بوعلي فيني كافيني، بكره الدور عليك انت. واحد ما يعرف يقص عليكم. خلاص ادعي لي. اسال الله التوفيق لك والسداد. يكتاش امتحان انا. يلا يلا بس خلاص اذلف، معطيكم اصابعي بعد تزعجوني. يلا عاد. خليك طبيعي. هذا الاول. اوكي. سلام شيخ. مرحبا، عيدكم مبارك. هذا وقت تمر الحين. ما حد شاف. الامور طيبه. ما حد شاف. صبوا لي فنجان عال العال وعقب الغاضي. الحين شو اسوي؟ وين اروح؟ احمد انت ليش قافل الباب؟ ها؟ شو تسوي؟ دقيقة، عندي مكالمة. مكالمة؟ من تكلم على الصبح؟ وبعدين تعال، شو عندك ما رايح الدوام؟ دقيقة، مكالمة شغل. لا يا حبيبي، أنا مستحيل أضحي بوقت بيتي وشغلي وعيالي وزوجتي حبيبتي علشان الشغل والوظيفة.
اي نعم شيكم يعني اتاخر شوي خلاص الاجتماع يوقف الشغل يوقف السيستم يوقف الميزانيه توقف شيكم ما تعرفوا تتصرفون من غيري يعني لا 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 اقول لا تحدني امدد اجازتي اسبوع الله لا يوفقك يا سلمان افتح افتح يا المينون افتح ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله والله العظيم هالشغل هذيلا ازعجوني كل شيء على راسي الاجتماعات الميزانيه المناقصات البريد الاتصالات كلها مو معقوله قلت لهم الف مره بيتي وزوجتي وولدي خط احمر اقول خل عنك الخرابيط والسوالف وايده لا خط احمر ولا خط جرينتش يعني الحين يوم يو يبون يحطونك مدير قاعد تكلم لي عن حب الاسره يعني اقول تبيني أبعد عمري أضحي فيك وأسرتي وبيتي علشان منصب مدير؟ إيه أبيك تضحي إحنا ما نبيك مستغنين عنك وعن وقتك أهم شيء صير لمدير خلني أتفشخر أشوف نفسي قدام هلو قدام الجيران وقدام فطوم أقول شوفي يا مريومو لا تحديني عاد الحين أروح لهم أو ليش أروح لهم أنام خمس دقايق وأقدم تقاعد مبكر بالحلم واي قلبي 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 شيش 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 بموت أنت بتذبحني بتذبحني عشان تقاعد لا تقولها لا تقولها لا تقولها لا تقولها أطلع تقاعد لا تقولها بموت لا تقولها بموت يبا شفيش ترى أنا مو أول واحد يطلع تقاعد لا أقولها بموت ولا آخر واحد يطلع تقاعد ما حد بيذبحني إلا أنت ما حد بيذبحني إلا أنت على الأقل إيش تبيني أقول حق هالي إيش تبيني أقول حق فطوم أقول لها رايلي اللي بيصير مدير قدم تقاعد لقب زوجك مدير راح ولي وتقولين إن أنا مجنون هذا الجنون بعينه اسمعني اسمعني يا أحمدو إذا قدمت على تقاعد ما راح أقعد لك في هالبيت ولا دقيقة خلاص يا بنت حان خلاص أوعدك راح أفكر بالموضوع كم يوم شهر سنة أفكر إن شاء الله شهر ثانية ما راح أقعد مالت عليك أنت وبيتك واللي هذه شلون تصرف معاه هذه لو تدري إن صدق أنا طلعت تقاعد الحين وبغت تموت واللي عاد مريومو إذا ماتت عزاها مو ثلاثة أيام أتوقع ثلاثة أشهر الله 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 تسلم إيدك تسلم إيدك على الفطور الحلو بس يعني ها ناقص يعني تحطين بس سمك على البطور الله انت راضي عن نفسك خلاص ما ابي سمك سلي سمك ما ابي خلاص انت راضي باللي تسويه في حياتك ايه راضي الحمد لله شفيك بيت عندي وعندي المراه الحلوه وعندي فطور وعندي السياره وعندي راتب التقاعد مكفين الحمد لله اللهم لك الحمد راضي الحمد لله بس هاي اقصى طموحاتك يا ربي انا ليش تزوجت واحد ما عنده طموح انا بقول لك انت في شيء ايه فيني فيني فيك مريم مو احسن مني اكو ريلها بيستوي مدير وانت بس قاعد مجابلني لا شغله ولا مشغله مريم ريلها بيصير مدير ايه بيصير مدير إيه؟ وانت قاعد مجابلني تسقي الزرع تطفي الليتات ولا تروح تقعد مع ربعك في القهوه ولا تصيد سمك ايش في السمك؟ ديري بالك تبي طار السمك ها الا السمك انت تدرين ان الجيران ميتين بس يشمون ريحه السمك بس يتمنون شمت ريحه السمك انا اذا اخذت الطراد ومسكت السناره سويت سحرتها طلعت يا بلطي يا ضلع يا هامور يا تم انت كره السمك ايش في السمك؟ السمك اجيب حق اهل البيت عشان يسدون بطونكم في ذمتك حد يتقاعد علشان يصيد سمك الناس تتقاعد تسافر تستانس تفتح تجارة تشوف لها وظيفة في شركة خاصة يا أخي أنت ليش ما تشوف لك وظيفة في شركة خاصة ها؟ إيه تشوف لك وظيفة في شركة خاصة تصير فيها مدير إن شاء الله مدير على موظف واحد المهم تصير مدير نسرة المريوم يبقى من قال لك إن العنان صار مدير يبقى يا خلاص صار إذا أنت ما قلت وما تكلمت ما حد راح يدري تكفى يا فريق إيش فيه؟ تكفى طالبك طالبك هذه ايدك ابوسة وابوس خشمك وراسك خلاص بش فيك فضحتنا فضحتنا في الفريد فضحتنا
يبا ايش فيك؟ الله يرحم والديك، تكفى ما ابي احد يدري اني طلعت تقاعد ارجوك. يبا ايش فيك الله يهداك، كنا نطلع تقاعد كلنا، ايش فيك؟ انت شو مسوي جريمة؟ مو بجريمة الله يهداك. صدقني لو مسوي جريمة وايد اهون. كمل. بسم الله. ايش فيك سرحت؟ بو سلمان ما صار مدير؟ لا قصدي يعني للحين ما عينونا رسمي للحين. ايه بعينونا قريب. بعينونا اذا عينوه بيصير خير. انا بروح اشوف طموحي. الله انا قلبي دليلي قال لي حتحبي. ذبحته الغيره من قهر لان ابو سلمان بيصير مدير وهو يصيد سمك. انت من الطفوله ما حلقت شعرك، لازم اليوم اقصه. اليوم ركز على امورك، ركز على دروسك، ها اي شيء يقول لك اياه المدرس حطه ببالك، والمصروف في كتاب العربي. خلاص وصلنا الفريق الاول الحمد لله الباص المدرس. بس بقول لك ايه، الواد السواق بتاع الباص ده كل ما يشوفني يعاكسني. شو يسوي؟ يعاكسني. ايه مش عاجبك بعد كده تطلع معايا عشان ما حدش يجي جنبي، انت سامع؟ ويلا دلوقتي يلا بينا الفريق الثاني. جو وين وينجو وينجو. هو ايه اللي وينجو؟ انا نسيت اقول لكم، ما انا من ساعه ما بقيت الامر النهي في البيت ده وانا مقرره ان انا اللي هودي الولاد المدرسه وانا برضو اللي هرجعهم. ايه حد فيكم عنده اي اعتراض؟ لا 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 ابد ما في اي اعتراض، واعتبريهم زي عيالك، اخذيهم وين ما تبين، ان شاء الله تاخذينهم مصر. اوكي يلا بينا يا كيدز يلا. هو انا مش قلت يلا؟ يلا يلا قوموا انتوا ترازعوا. باي باي. على المدرسة يلا بينا. انت ايش فيك مينون؟ تقول لها روحي تاخذ الياهل معاها، انت ما تخاف على عيالك؟ هذه تصدق صدق تاخذهم؟ عادي يا بنت الناس عادي، اهم شيء نفتك منها. العيال ما يبغى غيرهم. ايه هذا اللي انت تبيه، كل شويه تجيب لي في عيال في عيال في عيال وتتزوج علي. ولا الشغل ده ما يمشيش معايا. لا ابدا انا ولا اجر على الله، انت سامع؟ قول لي يلا البتاعه دي بتشتغل ازاي؟ انا ما في جول. ما في جول؟ ما انا عارفه، ما هو الشغل الكهن دوت مش راضي تديني معلومات. والله انا شغال. تشتغل ازاي؟ يخرب بيتك انا مش متعوده غير على البيجو. استنى انا شفت في الفيلم بتاع فاست فيروس انها عمل كده. اشتغل امشي يلا غو. مستعدين يا اولاد؟ انا بابا لا شنو هاي؟ احب قوي الحماس. يلا بينا يلا بابا. الله 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 خير فيك. انا ما مسيت ارتبه واجد ضرب بابا. حسبي الله ونعم الوكيل فيها. يا عرف وشوف شوف شو شوهتني، يدها تهزل مثل المرزبة. خل المزلبة مالتك، انت ليش تعطيه السيارة؟ ما تعرف تسوق البعد. بابا انا كلام لا، هو ضرب واجد شيل سيارة بابا، هو هرمة كبير سمسم نفر. انا اي والله انا سمسم نفر، والله سمسم سيارة انا عارفها كبير، طقتها والموت. خلها هنا هاي عنك، احنا اليهال شنو بيصير فيهم؟ يهالنا ويهال الناس والسيارة كلهم الله يستر عليهم ان شاء الله. ايش كثر متأخرة هالمعاملة؟ بصراحة ايش فيك ساكت تكلم؟ ايش كثر متأخرة هالمعاملة؟ اكثر من اسبوعين. نعم؟ معاملة مهمة مثل هذه تم اسبوعين؟ شو التسيب هاي؟ شو الاستهتار؟ ليش ما تشتغلون؟ 8 ساعات تجون الدوام، شو تسوون؟ ما عليه. أنا عارف شلون أتصرف، ما تبي تتكلم. ألو؟ ألو. إيمان، بسرعة خلي فيصل يجيني المكتب الحين. الحين يجيني المكتب. إن شاء الله. يعني أنت عبالك ما أدري إنك تبي تغطي على رفيجك، صح؟ هاك اطلع برا. ابي المعاملة تخلص في اسرع وقت، فهمت ولا لا؟ ها خلاص ببلغ المدير. هلا ايمان. الو استاذ عبد الحميد، الاستاذ علي يقول فيصل مش موجود. يعني وينه غايب؟ يقول انه سجل حضور بس مش موجود في مكتبه وما حضرته لليوم. شنو؟ اوكي شكرا. لا شكلها الموظف مو بيايبها البر.
الله عليك يا سيدي. وصلنا المدرسة الطب وهندسة، يلا يا حلوية انزلوا يا عيال، يلا يلا يلا. واحد، اسم الله عليك، مع السلامة يا مصفتش. اتنين، يلا اسم الله، يلا يا ماه، يلا يلا يا معاذ. تمين، انت متأكد يا حبيبي ان هي دي المدرسة؟ ايه متأكد؟ اوعى اكون جايباكوا في حتة غلط، هي دي اللي بتيجوا فيها كل يوم؟ ايه كل يوم. طيب يا حبيبي ربنا معاكوا، اوعى يا تميم تسيب اخواتك. وصفي؟ صفي ايه، خليك انت في صفي يا حبيبي، اخواتك لو جرى لهم حاجة ابوك وامك هيفنشوني. يلا ربنا معاكوا، واوعى اوعى حد يضايقكم بكلمة ولا بنظرة، اي حد يجي جنبكم في ثانية اديني صفارة سوبر ناني تبقى عندكم في ثواني. باي باي يا حبيبي، هتوحشني. باي باي يا قلبي. Excuse me, don't stop here. Excuse me, don't stop car here. ايجيبت، انا ايجيبت، ايجيبت عربي. ممنون، وقف سيارة مني، شيل سيارة. ممنوع ايه بس، ده انا ما صدقت ركنت من غير ما اخبط حد. إيه معلش، عديها لي بس، ومسافه ما الاولاد يخرجوا هاخدهم ونمشي. ممنوع بابا، شيل السياره من هنا، ممنوع. بابا كل الانوثه دي وتقول لي بابا ليه شايفني بشنب؟ البابا قلقك بقى وما يشلحفك. بابا جرجر زياده ما يبي، شيل سياره، يلا يلا شيل سياره. تجرجر مين؟ والله ما حد متجرجر وممسوح بيه البلد غيرك. تعالوا. تسمع كلامي؟ ايه؟ امشي قلب السيارة، ده انا هبني فوقك عمارة. باي باي يا تميم يا حبيبي، انا واقفة هنا لحد ما تخلصوا مدرسة. باي. يا نوم قاعدين في القهوة قاعدين، والناس فاهمين طموح الناسين، في قهوة طيبين ما حد يفيدك كمل مسيرك، الحل في ايدك قسم طريقك، لا تخلي غيرك يحدد مصيرك.